وتحديدا في منطقة المنشية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، والتي شهدت جريمة بشعة بعد أن قام شاب يبلغ من العمر 20 عاما بقتل صديق عمره بسبب الهزار. الجريمة ألقت بظلالها على مدينة بنها طبعا بسبب بشاعتها، وخاصة وأن المتهم والمجني عليه كان أصدقاء لدرجة كبيرة جدا. طبعا كان في شاب اسمه سيف، وده المجني عليه، بيهزر مع زميله اسمه عمرو في منطقة المنشية، في تحديدا في المنطقة اللي احنا واقفين فيها دلوقتي. بيهزروا مع بعض هزار تقيل شوية، اللي هو المجني عليه سيف هزر مع زميله المتهم عمرو هزار تقيل شوية، فطبعا زميله ما تقبلش الهزار ده، فتطورت لمشاجرة كبيرة بين الصديقين. طبعا عمرو راح أحضر سكين وطعن صديقه في صدره طعنة نافذة، سقط على إثرها أرضا ليلقى ربه في الحال. طبعا الجريمة بشعة جدا جدا، وخاصة إن المتهم بعد ما قام بقتل صديقه نهار في البكاء، وخاصة وأن اللي قتله ده صديق عمره، وتبين من التحريات أن المجني عليه يدعى سيف، يبلغ من العمر 21 عاما، قتل زميله بسبب وصلة هزار كبيرة. طبعا تمكنت ضباط مباحث قسم أول بنها من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة. طبعا بسؤال والد المجني عليه ويعمل موظف، أكد ما جاء في التحريات فيما اعترف المتهم بالواقعة، وقال إنه خلال وصلة هزار بينه وبين المجني عليه نشبت مشاجرة بينهما، ولم يدري بنفسه إلا وهو يطعنه. طبعا قال أنا ما كنتش أقصد أقتله، وأنهم كانوا صديقين وحدث خلاف بينهم فطعنه بالمطوة في لحظة غضب. طبعا المتهم قال اللي هو قتل زميله ساعة لحظة غضب وشيطان، ده اللي قاله في التحقيقات. الشهود العيان أكدوا أن المتهم والمجني عليه كانوا أصدقاء عمر، كانوا ما بيفترقوش عن بعض.